بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن كنا في فواتح سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم، قلنا الآن مش وقت كيف تقرأ. طاسين ميم المدود يعني. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. انتبهوا انه هذا القصص من أجل أهل الإيمان، يأخذ العبر والدروس، وأثناء مواجهتهم يعني لوقائع الحياة يكون عندهم الفهم، فهم لسنن الله سبحانه وتعالى في المجتمعات البشرية. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هاي قراءة ثانية مش هيك يا شيخ؟ هاي قراءة كسائي وخلفه، تمام، والكسائي كمان ماشي، مش قضية. إذن ويري فرعون هناك ايش؟ ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم. ويري فرعون وهامان وجنودهما، لاحظتوا هاي قراءات متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا مش بس هذا الاختلاف في القراءة في هذه الآيات. طيب إذا نوري ويرى، نوري فرعون ويرى فرعون، تمام. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. وأذكركم الآن بالآية التي تفهم خطأ، قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قلنا إنه هذه الآية يفسرها قول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الثانية بتفسر الأولى. شو يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما يكون أنعم بنعمة على قوم، مش قضية أفرادها، هذه الآن تتعلق بالأقوام والمجتمعات. إذا الله سبحانه وتعالى أنعم على أقوام أو على قوم بنعمة، لا يغير هذه النعمة بحيث ينزلوا يعني حتى يغيروا ما بأنفسهم. طب وإذا كان هم في يعني، طب ممكن يرفع من شأنهم ويغيرهم بدون ما يغيروا؟ هاي الآيات اللي بنقرأها: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. هيهم شو كاينين مغيرين بني إسرائيل اللي المستعبدين؟ شو كاينين مغيرين؟ بالعكس، هم فيما بعد غلبوا موسى عليه السلام، تمام، موسى اللي غيرهم عليه السلام. إذن الله سبحانه وتعالى من أول يوم ولد في موسى عليه السلام كان يريد أن يمن على الذين استضعفوا. فهذه إذن بنرد نذكر بالآية اللي شرحناها. إذن ممكن الله يغير واقع سلبي لإيجابي بدون ما يغيروا الناس؟ طب أنعم بنعمة ممكن يخليهم ينزلوا، أو يعني يسلب هذه النعمة
بدون ما يغيروا لا بسلبهاش. لاحظوا التعبير، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا التفسير إذن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لأنه قد يخطر في بال الناس إنه طيب هيو بمن على بني إسرائيل من دون ما يغيروا. وهذه سبق إذا بتلاحظوا شرحنا هذه الآية. 2، ونوري فرعون وهامان وجنودهما. طب وين قارون؟ وين قارون؟ هو موجود في السورة، بعدين بيجي قارون في سورة القصص يعني، بالعكس بتيجي قصته كلها قارون يعني بالتفصيل. تمام، وين قارون؟ اللافت للانتباه، بدنا ننتبه انه مثلا لما الله سبحانه وتعالى تحدث عن قوم نوح، قوم طيب، وعاد وثمود، لحظة، عاد وثمود، قوم لوط، شعيب، مدين يعني، تمام، وفي زمن إبراهيم عليه السلام قومه في العراق. بس في العراق بدينا نلاحظ انه ممكن بدها ايش بدها بدأ يظهر عندنا ملك في زمن إبراهيم. لكن وين الملك أيام نوح؟ وين الملك أيام عاد وثمود وقوم لوط؟ وين؟ في ملأ، إلا يكون طبعا في رؤوس للقوم، لكن يبدو ما كانتش المسألة متبلورة نظم ملكية، لأنه هذه المسألة بداية البشرية، ممكن ما كانتش مسألة الوصول لملكية بكل ما تعني الكلمة من معنى من دولة ووزراء ونظم قوانين إلى آخره. لكن إذا بتلاحظوا بعد إبراهيم عليه السلام بدت الأمور تختلف، ثم نجد الصورة واضحة في كيان دولة فرعون. ولذلك بتجدوا في كلام طويل في فرعون في القرآن الكريم، وكلام طويل في موسى، إلى درجة أنه موسى عليه السلام ذكر في القرآن 136 مرة. ما في نبي أو رسول ذكر كما ذكر موسى عليه السلام. ودروس، لأنها كانت البشرية وصلت الناس لدرجة من النضوج أنه يكون كمان في ملكيات وفي وزراء وفي تمام وجيوش، جنود غير عن الشعب، وجنود غير عن الشعب كمان. لكن في القديم كانت الشعب هو الجيش، خلص فزع وبروح والناس بقوموا، أما تنظيم جيوش ودول وكذا، من هنا أكثر ما يستفاد لمثل واقعنا في الدروس في مثل واقعنا نحن وبعد ما جاء الإسلام، في قصة موسى وعلاقته بفرعون، لأنه فرعون يمثل طاغية، هو ملك وله نظام، إلى درجة أنه في نظامه بتجد كأنه في إشي بكتفه كاين، ذروني أقتل موسى، فلتوني على موسى، من منعك يا فرعون؟ إذن فيه. ولذلك المؤمن آل فرعون جاء وعرض على فكرة وناقش، مؤمن آل فرعون اللي كان يكتم إيمانه وهو من الملأ، من ملأ الفراعنة يعني كان له يبدو وزنه بس بكتم إيمانه، أجا تقدم هذا وناقش فرعون وناقش الملأ، كاين عندهم إذن لحظة، واصلين لدرجة حتى في أخذ وعطى، بياخذوا بعضه في الموضوع. نيجي بلكي، إذن لاحظوا هون ما عدناش نتكلم عن قوم ثمود ولا عاد ولا مدين ولا قوم لوط، هون نتكلم لاحظوا مش الأمة المصرية، مش الأمة اللي كانت، طبعا هو ما كانش يعني دولته فقط مصر، لا متعدية الفراعنة يعني تضخمت مملكتهم، لكن مركزيتها مصر، مركزيتها مصر، ومعروف الفراعنة أسر، ولما يطلق الفرعون
وإذا بدنا نعرف أنه فرعون لازم يسمى اسمه. أما ما يظنوا أنه فرعون اللي ربى موسى عليه السلام أو اللي تربى موسى عليه السلام في قصوره اللي هو بقي يعني فرعون يعني منشغل بموسى عليه السلام، لا ما بتعرفوا هذول الملوك وإشي قصور وجواري ونساء كثير، خصوصا رمسيس، هذا رمسيس اللي رباه يبدو، رمسيس هذا حكم 67 سنة وعمره أكثر، لما مات أكثر من 90، في التسعينات يعني مات وحكم 67 سنة تصوروا. وطب هذا بكي له مرة وثنتين وثلاثة وعشرة يعني في القصور. هذه منهن واحدة اللي قالت له لا طيب، ومات وثم أجا ابنه من ابتاعه، مختلف في قديش حكم من ابتاعه، هل هو حكم 5 سنين مثلا ولا حكم 10، مختلف التاريخ في الموضوع. ولكن من خلال دراسة التاريخ يعني تعمدت اني ادرس تاريخ من ابتاح، ادخل على الدراسات الفرعونية وادرس رمسيس ومن ابتاح مشان اشوف مين اللي انتهى حكمه بطريقة مأساوية، فوجدت انه من ابتاح، رمسيس لا. تمام، بس الان مش وقت التفصيل. طيب الان وين قارون؟ لاحظوا انه اركان الدولة، لاحظوا فرعون رأسها، هامان كبير وزراء وكان كبير مهندسين كمان، تمام، وجنود. الجانب المادي المال قارون، قارون يمثل ايش؟ السلطة الاقتصادية. انتم ملاحظين هي الكاملة المسألة، فرعون رأس الدولة تحته هامان لأنه هون وجنودهما، معناته الجنود لمين؟ مثل فرعون، اثنين آمرين حسب، إذن هم جنود الملك وجنود رئيس الوزراء، إذن هو مش بس كبير مهندسين. ونري فرعون وهامان، وإحنا حكينا عن هامان في الدرس الماضي، وجنودهما، مش جنود فرعون. بعت لنا شخص كريم صورة من قاموس ألماني، صورة من قاموس ألماني بعت لك إياها يا عماد. أخ كريم عشان توصلك يعني، عشان توصلني وهيها بتوصل. أيوة، مترجم هامان، مترجم هامان من اللغة الهيروغليفية، أيوة اللغة المصرية القديمة، قال لنا إياها مكتوب زي ما القرآن كتبها بالأحرف اللاتينية بدون ألف، بدون ألف مكتوبة، ها ميم نون، ها ميم نون في ألماني. نعم ممتاز. تكمل إلى الشيء اللي كان في الدرس الماضي، السلطة الاقتصادية كنوز. بس العجيب على فكرة إذا بتلاحظوا إنه السلطة الإشي اللي بضحك إنه السلطة المادية في إيد كانت واحد من بني إسرائيل، شوفوا اللي بيحصل اليوم برضو، السلطة بين اليهود والمال، المال اليهود بس ما وقتها هون كان بني إسرائيل ما كانوش يهود بعدهم، كان بني إسرائيل ما كانوش بعدهم يهود. بس الغريب إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. طيب من قوم موسى وغني وغني كثير بهذه الطريقة، كيف بيصير الأمر؟ هكذا بنشوف كيف بيصير الأمر. لكن جيد إنه لاحظ إنه كيف اليم السلطات، سبحان الله، لما القرآن تعرض وراح تلاحظوا وهكذا نشوف إذا بتذكروني ما أنساش، ما هو في آية ثانية إيش قال؟ لا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى في آيات قال فرعون هامان قارون اجتمعوا الثلاث، رأس الدولة رئيس وزراء والمنفذ العملي وقارون المال. لاحظوا، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. إذن قارون مستهدف بالرسالة، إذن هذه فعلا القوى الموجودة في دولة متكاملة العناصر كدولة، تمام. والغريب إنه الجانب الاقتصادي من 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 مين؟ من بني إسرائيل. هلا هالموافقة اللي في عصرنا هذا والدول اللي بتجد اليهود متحكمين في الجانب المادي الاقتصاد، وكما قلنا إنه هون واضح انه مرسل. اذا برد عيد الآية، ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى مين؟ الى فرعون
وهامان وقارون. ما وين الشعب المصري؟ هناك برسل قوم صالح وقوم يعني عاد وثمود وقوم لوط. هون انتبهتوا للدولة، الدولة والآن اللي بيملك المال من بني إسرائيل. إن قارون كان، طيب لاحظوا إيش كيف ترتبت، إلى لأنها الرسالة إلى فرعون شيء طبيعي، هذا رأس الدولة، وهامان رئيس وزراء، وقارون السلطة الاقتصادية. وإن كان هذول الاثنين اللي قبل بيستفيدوا من السلطة طبعا، ما هي مرات السلطة بتصير هي اللي بتجيب المال، والمال بيجيب سلطة، ها خصوصا في برضو لحد اليوم السلطة بتجيب مال، خصوصا يعني احنا بنحكيش عن عمر بن الخطاب، مش عن عمر بن الخطاب احنا بنحكي، السلطة بتجيب مال والمال بيجيب سلطة يا اخوي. أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، معوش مصاري، تمام؟ كيف لما بيكون ما فيش هداية ربانية يعني، والناس يعني طيب. ولكن في آية ثانية العجيب انه قدم قارون، وقارون وفرعون وهامان. طب ليش هون في حالة الارسال قدم فرعون؟ اشي طبيعي، اذهب الى فرعون لانه هو المقرر الاخير، تمام؟ فرعون وهامان وقارون، اذا قارون كان مخاطب وهو من بني اسرائيل، تمام؟ انما في آية ثانية قارون وفرعون وهامان، قدم قارون ليش؟ بس خلونا في قارون، خلونا في قارون. قارون لما ترجع لكتب التفسير، حتى لما بترجع للطبري وفاة 310 هجري، تجد في عندنا نلحظ تأثر انه مفسرين متأثرين بالتوراة او بالتوراة، فتجد مثلا بنقل طبري وينقل عنه مفسرين حتى معاصرين، ومن فحول المفسرين وكأنهم بيعتبروها بدهية. شو هي بدهية؟ انه اولا قارون هذا هو اللي ذكر في التوراة المزعومة، طبعا في التوراة اسمه كورح، كورح ابن ايش؟ يسهار. طبعا على فكرة اسماء التوراة شيء عجيب، لما بتقرأ عن اسماء التوراة يعني عجيب الاسماء، انما يعني اللي الاسماء اللطيفة زي داود سليمان ابراهيم كذا، ولا بعد شوي بتشيل اسماء شيء عجيب. هاي لاحظوا مثلا كورح ابن يسهار من سبط لاوي. طيب تجد مفسرين بهذا الشكل، والى درجة بيجعلوا هذه المعلومة تتحكم في كيف بدنا نفسر الآيات، كأنها معلومة ثابتة وعلى ضوءها لازم نفسر. كورح ابن يسهار، طب شو اللي جعلهم يقولوا؟ وحتى إلى درجة على فكرة حتى المسيحيين في موسوعة المسيحية اللي هي قاموس الكتاب المقدس موسوعة، لما بيتطرقوا لاسم كورح ابن يسهار بقولوا وهو اللي في القرآن قارون، وفي عند المسلمين يعني في كتابات المسلمين هو قارون، حتى هم تبنوها كمان المسيحية صدقونا وقالوا انه في الموسوعة المسيحية انه قارون هو يعني كورح، لما بتدخل على اسم كورح ابن يسهار بيقول لك وهو قارون في القرآن وفي كتابات المسلمين. هذا كلام، اذا ليش انا بدي اخذه الان مثال هذا؟ مشان برضو نعرف انه احيانا مش كل شيء ناخذه يعني مسلمات لانه قالوا المفسرين. طب شو اللي جعلهم يقولوا هذا الكلام؟ في قصة كورح هذا ابن يسهار، هذا ورد في سفر عندهم اسمه سفر العدد في الاصحاح 16،
بقسم الصفر لإصحاحات، زي مثلا شابتر بالإنجليزي أو فصل اللي هو ها بس قصيرة 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 في الغالب. ها إذن عندك الصفر اسمه صفر العدد، هذا من ضمن ما يسمى بالتوراة، لأنه في العهد القديم أول خمس أسفار هي التوراة بزعمهم، تمام، هي التوراة. في صفر اللي هو صفر العدد. الآن في الإصحاح 16 بتجدوا قصة هذا ثلاثة بتمردوا على موسى عليه السلام، ثلاث بتمردوا على موسى عليه السلام من بني إسرائيل بتمردوا على، ولكن متى هذه الحادثة؟ في التيه، في التيه. طب ليش هو قارون باقي طالع مع موسى؟ افهموا، إذا الله سبحانه وتعالى أرسل، دققوا معي الآن بداية إنه نبين إنه هم وين أخطائهم في هذه المسألة، بأخذوها مسلمات بجعلوها محكمة في تفسير القرآن. قصة التوراة في سفر العدد، كورح واحد من ثلاثة، زعيم وكان معه اثنين كمان، وتبعوا عدد كبير منهم 250 إلى آخره زي ما تذكر قصته، وتمردوا على موسى في التيه. في التيه هو قارون باقي، ولاحظوا قال قارون وكورح، قد ايش يعني؟ عشان قاف يعني، هذه بتبدا قاف قارون وهذه بتبدا كورح. طيب وفي التيه باقي قارون ابو الاموال الهائله اللي الله خسف فيه، كاين صانعها في التيه، كله في التيه، كاين عنده هالاموال هاي في التيه قارون. وبعدين قارون طالع ليش؟ ما هو معادي لموسى، الدليل عليه ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فقالوا ساحر كذاب. بيطلع قارون، طب ليش أرسل لقارون الله بصفته إيش؟ واضح إنه بصفته هو الغني هذا. طيب ممتاز، والغني هذا ترك كل هالغنى وطلع ورد عمل الغنى كمان مرة والله خسف فيه في التيه، فهمنا؟ طيب شو اللي خلاهم إذن يقولوا إنه هو؟ لأنه هذا الرجل خسف فيه، بس التوراة ما بتقول أو سفر العدد إنه غني، ولا بتذكر من يعني هالغنى الواسع وهالتفاصيل مش موجودة، بس لمجرد إنه هذا مش بس لحاله على فكرة خسف فيه، خسف فيه في غيره، والمئتين وخمسين اللي معاه أحرقوا أبادهم الله. طيب يعني إذا صار حادثة خسف، بس هذه هي على فكرة، هذه اللي جعلتهم يقولوا إنه كورح هو قارون. طيب أولا هذا في التيه، اثنين تمرد على هو وغيره أصلا، والخسف مش فيه لحاله، والقرآن قال بالنسبة لقارون خسف فيه وإيش وداره، لكن هناك خاسف بعدد كبير وحرق المئتين وخمسين اللي بأيده، بس لمجرد انه خسف. ليش والخسف يعني؟ طب اذا حصل الخسف في قارون شو المانع يتكرر؟ لانه اصلا الله سبحانه وتعالى لما قال منهم من ارسلنا عليه حاصبة، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. طب نشوف، يبدو لي وإن كان هذا بأخرنا شوي عن التفسير شوي، بس ما هو هذا حتى تشوفوا القرآن بدك تنتبه تمام. يبدو إنه أول ما خسف بقارون، أول ما أهلك قارون، ثم أهلك فرعون، ثم أهلك هامان. أول إهلاك كان لهذا أبو المال، ثم أهلك فرعون، ثم أهلك هامان. وكنه فرعون على فكرة لما أخذ جيشه قال يا هامان دير بالك على البلد، يعني فيش دليل إنه هامان طلع معاه أصلا، هو بيكون ممكن فرعون لما طلع بجيشه ممكن يكون ترك مين؟ هامان، مشان يظل في سيطرة، طلع في الجيش هامان. فيبدو إنه اللي 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 أهلك مين أول؟ قارون، ثم أهلك فرعون، ثم. اما والله اذا بدنا ناخذ
رواية التوراة انه في واحد تمرد هو جماعة على موسى فالله خسف فيهم الارض، بنبطل نعرف نفهم الايات ليش الله سبحانه وتعالى رتب الترتيب التالي. لاحظوا في اي سورة هذا؟ العنكبوت. لاحظوا في سورة العنكبوت تحدث الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح، ثم لاحظوا بعدهم ابراهيم، عن ابراهيم عليه السلام، ثم لوط، ما هو لوط معاصر لابراهيم عليه السلام، ثم مدين. لاحظوا انه في ترتيب زمني، في ترتيب زمني، بس في ثنتين ما ذكرهنش اللي هن عاد وثمود، لو ذكرهن كان وضعهن في الترتيب، بس الان بنيجي عليهن. لما ذكر نوح عليه السلام في قصة لنوح في سورة العنكبوت، ثم ذكر ابراهيم وقصته في ترتيب زمني تمام، ثم ذكر لوط لانه معاصر لابراهيم فآمن له لوط وكان معاه، ثم مدين. بعد ما تكلم قصتهم لاحظوا شو قال سبحانه وتعالى، الان جاء لعاد وثمود ورتبهم برضو لانه عاد قبل ثمود، شو قال؟ وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وهامان، وقارون وفرعون وهامان، ايش؟ ما هو الكلام شو هذول ايش مالهم؟ راح تكتشف انه عاقبهم، عم بتكلم عن عقوبات راح تكتشفها. وقارون وفرعون، طب يجيب قارون قبل فرعون؟ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه. وذكر فمنهم ومنهم ومنهم. إذن الكلام في السياق إيش؟ في السياق إيش؟ ابتداء من قوم نوح لا 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 لهامان، الكلام عن إيش؟ بس لاحظوا عاد وثمود ذكرهم بأي واحدة بسرعة، مش قصة، هناك في قصة رتب القصص، هون وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، حتى ما قال لك شو خلاص ما قلنا لكم هيك، عاد وثمود قلنا لكم مش هيك؟ وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وما وكانوا مستبصرين. طيب وقارون وفرعون وهامان، بعدين قال لك انه وكل فكلا اخذنا بذنبه. اذا هذا الترتيب الثاني هون ممكن يفسر لنا ليش قدم قارون، وهذا ممكن يوحي لنا مش بشكل قطعي طبعا انه اول من اهلك قارون، هذا اللي يمتلك المال، ثم اهلك رأس الدولة، ثم اهلك هامان، وما عندناش فكرة كيف اهلك هامان، ما عندناش فكرة كيف اهلك هامان، لكن هذا الترتيب ترتيب في الإهلاك، على عكس في الإرسال، في الإرسال قدم فرعون بعدين هامان بعدين قارون. انتبهنا؟ نلاحظ في القرآن على فكرة ودقة الاستخدام حتى في الترتيب، حتى في الترتيب. قارون، ولكن جيد هون نوقف عند قول الله سبحانه وتعالى عن وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. انتبهوا لهاي، وكانوا مستبصرين، عندهم بصيرة وفهم وعارفين تمام. شفتوا كيف بيهلك الله وانت بيهلك؟ زي أهل هذه العصور على فكرة، أهل هذه العصور فاهمين فاهمين ومستبصرين وعارفين كل شيء، وفي منهم في بلادنا بنعلمهم من الروضة حتى الجامعة دين، وبعدين بشذوا بلعدوا، هذول مش مستبصرين مش عارفين يعني، حتى بعد ما يجي حتى لما بتقتل الرسل وبتبين بلاش الطغاة اللي على العروش، الطغاة اللي على العروش اللي بيحاول بعض الناس يقول لك بلكي مش فاهمين قال الطغاة اللي على العروش مش فاهمين،
لما بيقاوموا دين الله وبينشروا الفساد في الارض وبخونوا الامه، قال يعني بلكي بيعرفوش. وكانوا مستبصرين، اذا هذولاك مستبصرين عندهم وضوح في الرؤيه كان وفاهمين تماما، وموقفهم موقف الطاغيه اللي فاهم. واليوم الطغاة اللي انتم موجودين على العروش هذول بنفس الطريقه مستبصرين وفاهمين القضيه، فاهمين اصلا الله بيهلكش الاقوام الغافله كما نص سبحانه وتعالى، الاقوام الغافله ما بيهلكهاش. ثم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واليوم الدعاء في الارض منتشرين باعداد هائله، كل الانبياء عبر التاريخ اللي بعض الناس وصل فيهم لا اكثر من 120 الف نبي عبر التاريخ، اعتمادا على حديث يعني حسن او اكثر من حسن شويه. اليوم دعاء في بلد واحد ممكن تلاقي اكثر من الانبياء عبر التاريخ كله، لانه العبره بتوصيل بتوصيل الدين وتوصيل الحقيقه. وصدوا عن السبيل لا هو اللي صدهم الشيطان، صدهم عن السبيل. هو ما هو دي احنا سبق قلنا عن الصد، انه بكون في الانسان في حاله اقبال حتى يكون اسمه صد يعني، اما اذا مش متجه لا يسمى صد يعني. مرات بصير عنده بده يصير عنده قناعات في شيء بصده، كيف ملكة سبأ لما شافت معجزة امامها وصدها ما كانت تعبد، اذا صار عندها توجه. ها دير بالك لما يصير عنده توجه بعدين يتراجع هذا بيكون صد. يعني مثلا لما اليوم بتلاقي اللي بيلعبوا التنس واحد بيضرب الطابة والثاني بصدها لانها جاي في اتجاهه بشكل بصدها. طيب وهذا تحدثنا في الصد سابقا على السريع. لا ما هو الترتيب الاول لانه بيتكلم عن الارسال، ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى قارون تم تعذيبه قبل التمكين موسى وقومه، لذلك لم يتم ذكره. خسف به قبل التمكين. لطيف، يعني بتقصد الآية اللي أنا قلت إنه وجنودهما إنه وين قارون؟ كأنه رايح فيها قارون كان رايح. جميل، شفتوا كيف؟ منيح، نظرة لطيفة. بجوز بعض الناس بتطلعوا ونري فرعون وهامان وجنودهما، فيش قارون، مع انه مرسل اصلا لقارون كمان. هذا فعلا ممكن يعني كمان يعزز انه قارون ماله كان صار مخسوف فيه، وبجوز اول ما خسف فيه برضه مشان هذولاك ينتبهوا هامان وفرعون، لانه اللي بيقدر يغير مظبوط بالدرجه الاولى فرعون وهامان، هذول بيقدروا يغيروا. اعطاهم درس في قارون، تصوروا اعطاهم درس في قارون اي هو فرعون، ما هو اصلا شاف البحر بنشك وظل مارك لانه لما يعني بده يعتبر بقارون الطغاة بالكم بيعتبروا ما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. لما يكون مسلف طغيان وفساد مين قال انه باذن له ممكن؟ حكمة الخالق هو اللي بيعلم باذن او باذنش. مش زي ما بتتصوروا يعني، ممكن تقدم له انتوا كل الادله. وتسع ايات من قبل. ما هو ممكن من ضمن الايات اللي مش من ضمن التسعه قارون. تيجي بتقولوا لي طيب قارون شو هالغنى هذا؟ ما هو من بني اسرائيل. يبدو حتى نفهم الايات القرانيه على فكره دراسه التاريخ، مع انه التاريخ الفرعوني معظمه لحد الان تحت التراب، هو بعد اكتشاف حجر الرشيد والتفاصيل وتحليل اللغة الفرعونية القديمة وبعد القرن التاسع عشر والعشرين بدأت امور كثيرة تتضح، صرنا نعرف شيء. ولكن العلماء بيقولوا علماء معظم المعلومات مطوية وممكن كل يوم والثاني يظهر لنا شيء تمام،
والتاريخ الفرعوني مش بس مكتوب عند الفراعنة فكرة، والأمم المعاصرة كتبت موجود. يعني احنا في بحثنا في التاريخ ممكن نقارن بين ما كتبوا مثلا البابليين والأشوريين، وكتبوا اليونان، وكتبوا كذا، لأنه كتبوا تاريخ بقى. فبتقدر انت كيف تعرف مرات التاريخ وتقول وتحدد أزمنة، وين توجد هذا وين توجد هذا، لما تأخذ تواريخ الأمم. وفي أمم كانت تكتب على فكرة، في واحد يهودي مشهور يوسوفيوس مؤرخ كبير يؤرخ للمنطقة، موجود. إذن في مؤرخين كانوا وناس يكتبوا. ها طيب، فالآن غنى قارون، طب هم من بني إسرائيل. وهون بدي أوقف في قضية، قال بقولوا إنه إنه في كهنة قالوا لفرعون إنه بده ينود مولود هذا، يعني دولتك إنها تروح على إيد مين؟ هالمولود. يا سبحان الله، وإحنا في الدين مؤمنين إنه الكهان بقولوا إيشي وبصح كهان كهان. طب قولوا حلم في الليل وفسروا له إياها. بتقولوا لي ما في بعضهم قال. طب كيف منقول بدون دليل؟ كيف منقول بدون دليل؟ يعني لو في حديث صحيح مثلا ماشي نقبل، حسن نقبل، بس ايش عرفكم ان كهان؟ الكهان اثريتهم بيعرفوا، يعني بتقولوا لي ما هو مرات بزبط مع الكهان، وكمان يعني بزبط، وفعلا موسى بيطلع بالضبط، يعني مش هيك؟ يعني كانوا الكهان عارفين الامور تمام. اما الرؤى الصادقة وتفسر، انو نفسر لهم يعني برضو هذولا؟ اه بدهم واحد زي يوسف عليه السلام يفسر لهم، وهم اصلا كانوا ما مصدقين وانت يوسف يهلك زي ما هو ورد في القرآن، حتى اذا هلك قلتم لا يبعث الله من بعده رسولا. طيب انما القصة كالتالي يبدو، وهذا هو الارجح. شوفوا يوسف عليه السلام لما جاء بأهله وأسكنهم مصر، الشمال المصري كان بيسيطر على الشمال المصري في أماكن محددة، وعلى وجه الخصوص الدلتا كان بيسيطر الملوك الرعاة الهكسوس، وهم بدوا جاءوا من منطقة سوريا الطبيعية واحتلوا شمال مصر وطردوا الفراعنة للجنوب. مش طردوا الشعب، لا، هذه الشعوب كانت خلاص مين اللي بحكم؟ خلاص الشعب الفرعوني، ولكن اللي بيهرب مين؟ القيادات والمتنفذين، تمام؟ هذول فطردوا واستمروا، بيختلفوا قديش استمروا، بس مش اقل من 100 سنة ومش اكثر من 200 استمر حكم. ما هو لا يزال على فكرة البحث في التاريخ مستمر. فصدف فعلا انه حكم انه دخول يعقوب عليه السلام وابنائه مصر في زمن الملوك الرعاة الهكسوس. واصلا هم أصلاً كلمة البدو ما وردت في القرآن إلا في حق بني أبناء يعقوب. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. شوف العجب، وجاء بكم من البدو، لأنه كانوا أصلاً اللي بيحكموا سوريا الطبيعية مع مصر هم الملوك الرعاة الهكسوس مع الشمال المصري. فبالتالي كان مفهوم ليش مستعدين يعطوا الناس اللي بيجوا كل واحد حمل بعير، لأنه من ضمن الرعية، لأنهم هم بيحكموا أصلا سوريا مع شمال المصري، فمن حق الناس إنها تيجي وتأخذ. ولا بلاش بيجوا من سوريا بروحوا لمصر وبدها تصير مجاعات فيه؟ ليش المصريين يعطوا؟ لا، مش المصريين، هذول الملوك الرعاة الهكسوس اللي كانوا بيحكموا. فلما جاءوا واستقروا الفراعنة بعد فترة، ومعروف في التاريخ، استعادوا قوتهم وطردوا الملوك الرعاة الهكسوس. كان ماضي على بني إسرائيل وجودهم قرون. يبدو أن الفراعنة قالوا هذول الناس اللي كانوا معززين أيام الهكسوس شو لازم يصير فيهم؟ هاي هو أول قضية. اثنين، هذول الناس اللي بعقيدة غير عن عقيدتنا، يعني هذول قضيتين محتملات أنه أدت إلى أنهم يستعبدوا بني إسرائيل، أنه هذول كانوا معززين أيام الملوك الرعاة الهكسوس اللي كانوا محتلين الشمال المصري. اثنين، اصحاب عقيدة توحيدية ودين توحيدي مختلف مع دين الفراعنة فاضطهدوهم. لكن زمان كانت تعتمد القوة على الذراع، واذا في عندي شباب وكذا خلصنا.
فكانوا يبدو يحافظوا على وتيرة قديش يزدادوا في عدد الذكور. هم بدهم الذكور والإناث، لأنه أصلا لما موسى عليه السلام جاء وقال لهم ارسل معي بدو، قال أبدا. هم ليش أصلا كل الآيات اللي جاء فيها موسى عليه السلام ومع ذلك مش مستعدين يرسلوا بني إسرائيل؟ مستفيدين منهم، مستفيدين منهم في مجالات شتى، وأنا سبق تحدثت بالتفصيل، مستفيدين منهم رجالا ونساء، ولكن بصيرش الرجال يزيدوا عن حد يقدروا ينقلبوا، لأنه المسألة مسألة إيش؟ عضلات زمان، مش لا مدفعية ولا غيره، مش هيك؟ ولا طائرات ولا غيره، يعني قوي بتدخل على القصور وانتهى الوضع. فلذلك كانوا يحافظوا على وتيرة التناسل، وتيرة التناسل. ومرة حتى لاحظوا، حتى لاحظوا أنه في فترة مثلا فترات شو قالوا؟ فلما جاءهم، يعني موسى، فلما جاءهم بالبينات بالحق من عندنا، بالحق الآن هون، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. هذا حتى بعد لأنه هاي معناته في إشي أثارهم. هل كنت بدهم يقتلوا مين؟ أبناء اللي آمنوا، مش بدهم يقتلوا اللي آمنوا. كمان مرة، مش بدهم يقتلوا اللي آمنوا، بدهم يقتلوا مشان يضغطوا على اللي آمنوا. دير بالكم، ها ما تظنوش إننا بنحكي تاريخ، إحنا بدكم تصيروا تربطوا مع الواقع. ما هو القرآن قال من أولها لقوم يؤمنون، يفهموا الآن الصورة والطغاة وكيف بيفكروا، وتمام كيف بدنا نضغط على هذول اللي آمنوا اقتلوا أبنائهم. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. كل هذا رح نجيه في التفسير إن شاء الله. واستحيوا نساءهم لأنه النساء ضعيفات، فيش منهن خوف، لكن الخوف من الأبناء، الأبناء يعني الذكور، خصوصا شباب. بكرة هذول يفرخولي شباب، ها وأقوياء، خلصنا، انتهى حكم الفراعنة، انقضوا علينا. ما هو في زماناته أصلا المماليك في الدولة المصرية بعد ما كانوا مماليك صاروا حكام في الدولة الإسلامية، يعني المماليك اللي كانوا مماليك الأيوبيين مملوكين للأيوبيين، يعني ببيعوا يباعوا ويشتروا، ها صاروا هم الحكام، وعصرهم عصر ازدهار إلى آخره المماليك. طيب، وبعدين المماليك اللي هم على فكرة اللي أنهوا قضية المغول، قطز وبيبرس، هذول المماليك، هذول اللي كانوا عبيد يعني. طيب، فبدول تستعبدوا هذا وانقض عليك، فكانوا يبدو يحافظوا على وتيرة. وهون العجيب أنه بيقولوا مش اقتلوا اللي آمنوا، اقتلوا أبناء الذين آمنوا. ضغط على الناس، وضغط على مين كمان؟ على اللي بعده ما آمنش، على اللي بعده ما آمنش دير بالك أولادتك يعني بروحوا فيها، أولادتك بروحوا فيها. يفهموها كيف الطغاة مرات بفكروا. طب شو قصتهم مع موسى؟ ليش مش قادرين عليه؟ دققوا معي الآن، وهذا يبدو بده يأخذ معنا كمان درس المسألة، مشان نوصل نفهم الواقع اللي احنا فيه، والطغاة اللي موجودين على العروش هذول اللي هم بيروحوا. على فكرة كل ما شفتوا الظلم اشتد معناته قربت الأمور، كل ما شفتوا فضايح، وكل ما شفتوا انحرافات، وكل ما شفتوا غطرسة وكبر، ومن اللي بتشوفوه الآن اليوم من الطغاة اللي ما كنتوش تشوفوه يعرفوا انها قربت. هاي الآيات هاي بتحكي عن هالموضوع، لقوم يؤمنون يفهموا يعني. طب وينه موسى يا أخوي؟ مش شايفينه؟ ما هو برضه ما كانوش بني إسرائيل شايفينه من يوم ما ولدته أمه، ولما نحط في المية، ولما وإذا به بقصر مين؟ بجوز في قصرهم يكون موسى، بجوز في قصورهم موسى، بجوز وزير الدفاع، بجوز ما تدري. ما هي الله يقلب القلوب، يعني ممكن يكون كافر يصبح مؤمن، هاي مشكلتهم على فكرة. مرات قد ما هذا، ما هو في الإيمان هاي شيء عجيب. بتذكروا أنتوا الجيوش لما أجت جيوش المغول واحتشدت وكانت أعداد هائلة، وأجت الجيوش من مصر بقيادة قطز وبيبرس، قبل ما تبدأ المعركة، شوفوا مكر الله، قبل ما تبدأ المعركة ما كانش في تكافؤ في العدد إطلاقا،
والمغول يعني مشهورين. يأتي أخبار للقائد العام للقوات الملك يعني انه هاي ابنك اسلم وممكن ينقض على الحكم. ابنه اسلم في العاصمة، رجع بثلث ثلثين الجيش وبقي الثلث، وصارت معركة عين جالوت مع الثلث، مع ثلث الجيش. حكمة الله. فبالكم وين بيكون هذا اللي الله سبحانه وتعالى يريد ونريد ان نمن، حتى لو الناس ما تصلح. لا، ما هو الله يمن على المستضعفين حتى لو كانوا المستضعفين مش كما يجب. كيف لما يكونوا الناس قاعدين شوي شوي في اتجاه الصح؟ الناس كل الفساد هذا من الطغاة على العروش، هم اللي بيحاولوا حتى بيحاولوا انهم يضلوا الشعوب بخطط يضلوا الشعوب، بيعرفوا تماما انه اذا الشعوب مشت على الحق انتهوا هم. كل الطغاة عبر العصور بالطريقة نفسها. ليش بقولش بنفس الطريقة؟ لانه لغة بنغلط احنا كثير، احنا لازم نقول الطريقة نفسها مش بنفس الطريقة، لانه طريقة ملهاش نفس. ها؟ بنفس الطريقة؟ لا، بالطريقة نفسها. الان كيف كان غني قارون؟ لانهم هم افهموها، هذول الاف مؤلفة بني اسرائيل، الاف مؤلفة في مدن مختلفة على فكرة. وايام رمسيس قسمها ولايات، كان مقسم البلد ولايات، وما تظنوش انه كلهم يعني في العاصمة، وكانوا يستخدموهم في امور كثيرة، في منهم الاطباء، في منهم الفرسان، في منهم الحرس، في منهم، هذول مئات الالوف. لانه شوفوا عبر 450 سنة او 500 قديش ممكن يكون ال 500 شخص يصيروا، يحسبوا لي اياها تبعون الرياضيات، 500 شخص بعد 500 سنة قديش، تمام؟ بالنسبة للزيادة السكانية في الغالب، وزمان كانوا يتجوزوا بدري وكانوا يموتوا كتير برضو مش قضية. الان فالحكم بيكون معني بايش؟ معني بالناس اللي ممكن من هدول الناس تتحالف مع، افهموا الان، ما هذا بصير معكم كمان، تتحالف مع مشان يسيطر ويظل عيونه موجودة. وهدول بيغنوا، هدول اللي بيكونوا مع الحكم ضد قومهم مع الحاكم. وهذا دائما كل الطغاة دائما بيستخدموا هذا الاسلوب، ما بيقدروا على فكرة يسيطروا الا لما يوجدوا من داخلك زعامات جايها زعامات، يعني قصدي ذكرتني فيها، زعامات تتحالف. فما آمن لموسى الا ذرية من قومه، يعني الشباب بالذات، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه، لا وملئهم، ملأ بني إسرائيل، أن يفتنهم. مين اللي بيفتن؟ فرعون. وطيب والملأ من بني إسرائيل بتعاونوا مع فرعون مشان يفتن، يعني مين بيرفع للجهات العليا؟ المتعاون. المتعاون بغنى، خصوصا من قلت هذه مدن. وايام رمسيس كان مقسم ولايات، ومعروفة هذه البلد، هذه مش بس مصر، ما هي كمان، تمام؟ وكان رمسيس امبراطورية. طيب اللي ربى موسى يعني، بعدين اللي يحكم من بتاعه. فلاحظوا، دققوا في الآية كمان مرة، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على فرعون، على خوف من فرعون. خايفين من مين هم؟ من فرعون وملائهم، مش ملأ فرعون، ملائهم هم. ومن مين؟ مين من الملأ؟ قارون. وملائهم أن يفتنهم، يعني فرعون، لأنه هو اللي بإيده في الأخير يقرر، هذولاك بنكلوا له. ولذلك إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، هذا من اسباب يبدو غناه، لانكم تقولوا طيب
طب طيب هذا كيف صار هيك؟ ما اليوم عندكم أمثلة كثيرة في بلاد كثيرة المتعاونين مع الاستعمار كيف بيغنوا وبصيروا وبيمارسوا كمان سلطتهم على أقوامهم وبضبطوا أقوامهم لصالح الجهة الاستعمارية. طغاطنا اليوم على العروش زي قارون. شو بيعملوا اليوم؟ انتوا بتظنوا البلاد استقلت؟ بتظنوا البلاد استقلت بلاد عربية يعني؟ لا. طب مش شايفين يعني ما هو بيحكم، ما هو الغربي اللي بيحكم، وهذول قارون، ولذلك بتلاحظوهم لصوص وبيكدسوا هالأموال، هذه الأموال اللي كان ممكن تصنع الأمة تجعلها أغنى أمة في العالم. تصوروا هذا في العراق بتقرأ شو اسمه، بتقرأ ليستا، بقرأ مرة فضايح هذول الحكام، هم مش بس الحكام يعني رأس الدولة، متنفذين بشكل عام. قال أقل واحد اطلعت في الإحصائية سارق 5 مليار، أقل واحد هذا الفقير فيهم، الفقير سارق 5 مليار، في 50 وفي 50 وفي 56 أو 55، يعني بين من 5 مليار، اللي مش عارف المليار يعرف إنها يعني 1000 مليون، يعني المليون بعد ما تعدهم بتعدهم 1000 مرة كمان. طيب الآن هذول ليستا كانت هيك، الله يخرب بيتكم، مش محسوب اللي سارك ملايين، اللي سارك ملايين مش محسوب. هذول الآن هايو قارون، هايو قارون بتشوفوه انتو، ولا هي الطغاة هذول. ليش الغرب بدعمهم ومستعد يقتل الشعوب من أجلهم؟ ليش؟ ما انتو هيكم شايفين قارون هذا في الجزيرة العربية، هاي بيحلبوه كل ما وقع في مشكلة أكيد بغطي. هيو راح على تونس، افهموها، راح تونس وعدهم بكذا مليار على فكرة، صبح هذا السبسي بصرح تصريحات مش عاجبه مثلا حزب ايش اسمه النهضة، يا اخي بيتك هذول حلفائك. حلفائك شو قال لك ابن سليمان؟ شو قال لك قارون شو قال لك؟ طب صحيح هو اذا بده يخسف فيه وانو قصر منه، ما هذا كل يوم والثاني بقصر، او مرات بيكون في شو اسمه في اليخت، ممكن يخسف فيه في اليخت، المهم وين ما بيكون موجود ممكن يخسف فيه. هو اعرف كيف؟ هو اعرف هو اعلم، يا مش الله اعرف على فكره، اعلم ادق، مع اني انا كثير بخلط في كل بيعرف الله، هو بيعلم يعني العلماء اختلفوا في قضيه بيعلم ويجوز نقول نعرف ولا يجوز، بديش اخوض فيها مشان اثبت واحده منها، بس نطلع منها بنقول بيعلم الله بيعلم. طيب اما في علماء بيقبلوها. طيب فهون هيو قارون بتشوفوه ومش بس هم على فكره، مش بتقول الحاكي راس الدوله، بتلاقي في عدة وهم هذول اللي بيمارسوا الطغيان، هو بس ان فرعون علا في الارض هم اللي. طيب مين مثله هيك؟ وبالتالي بصير نفهمها. طيب الان فاذا مفهوم هو شو قصه قارون اللي هي بتتكرر عبر التاريخ، هينا شايفينهم قارون موجود في كل بلد وصار فرعون وعنده كذا قارون، مش قارون واحد، موجودين. تمام. طيب اذا يبدو انه خسف فيه اولا قبل ما يخرج فرعون، وممكن هذا نوع من التحذير، خسف بالغني هذا المتآمر على قومه بغى عليهم، ان قارون كان من قومه، بقولوا انه ابن عمه لموسى عليه السلام قارون. اما دليلهم حديث روي عن ابن عباس سنده صحيح عن ابن عباس انه قارون ابن عم موسى، بمنعش على فكرة يكون قارون ابن عم موسى، ولكن القرآن مش ما فيش عندنا في إذا صح التعبير عادة القرآن إنه يتكلم في أشخاص وقرايبه ومرته ومين ابنه ومين كذا، ولا يعني هو ذكر أبناء الأنبياء لأنهم أنبياء بس، زي إسحاق مثلا وإسماعيل ويعقوب لأنهم أنبياء، أما
يعني يقعد يقول لك مين مرته ومين حتى مرتك يقول لك مرته ما يقول لك مين هي شو اسمها تمام تروح لا تروح لابن عمه هو مش هيك واما قولهم سنده صحيح بدي اياكم تنتبهوا لمسألة مش بيعني انه الحديث صحيح كلمة سنده صحيح ما هو سند شو هو هو سلسلة الرواة عبين ما نوصل للمتن اللي هو الحديث كمان مرة السند شو هو سلسلة الرواة عبين ما نوصل يعني فلان حدثنا فلان أخبرنا فلان أن عن الصحابي الفلاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هاي عندنا السند الآن نيجي قال هذا شو اسمه المتن المتن العلماء ممكن يصح السند ولا يصح المتن يعني يكون في المتن علة يكون في المتن ما يسمى بالشذوذ هذا مش وقته الآن إذن إذا قالوا سنده صحيح أو صحيح الإسناد لا يعني أنه صحيح ولكن قد يكون صحيح ليش؟ دققوا معي لعدة أسباب قد يكون لأنه العالم بيكون احتاط احتاط في عالم السند وقال لك هذا السند صحيح بيظل عليك تشوف أنت المتن ومرات العلماء في فهم المتن قد يروا أنه في المتن علة وبعدين يكتشف أنه هذه العلة مش صحيح موجودة أو فيه شذوذ ثم نكتشف كذا ومرات فعلا بيكونوا مستشكلين المعنى ولأنهم مش مدققين مظبوط فنكتشف أنه لا المتن تمام مثلا علة مسألة في المتن مثلا لا تسيدوني في الصلاة لا تسيدوني في الصلاة طب ما هو بقول لك النبي الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو عربي عربي لا والعربي بقولش تسيدوني بقول تسودوني هذا فعل واوي تمام يعني مش معقول الرسول يخطئ ويقول لا تسيدوني هي في خلل في المتن مثلا انا عم بمشي بسرعة ثم انه في علماء يشتهر عنهم انهم بيميزوش بين قولهم صحيح واسناده صحيح هذول بالذات اذا قالوا اسناده صحيح يعني صحيح اذا متعودين ما يميزوش بس انتبهوا لهذه القضية لما قلت الان انه مشان اهل الحديث يبحثوا منيح انه اسناده صحيح في هذه انه ابن عم وبعدين يعني ايش يعني بهمنا كثير ابن عمه ولا لا بنبنيش عليها شيء انه ابن عمه بس هذه تكمل ها احنا كنا كروم من لاوي من لاوي ما هو موسى من لاوي من يهودا لا لا موسى من لاوي قارون إذا هو من لاوي يعني أول شيء بده يثبت أنه قارون من لاوي أما أنه موسى من لاوي هذه أكيدة عندهم يعني عندهم هم مش من يهوذا مش الأسباط هم 12 يعني أبناء يعقوب هم في التوراة بقولوا هم يزعموا أنه موسى ابن لاوي من وين جابوها النص بقول هيك أنه رجل من سبط لاوي تزوج امرأة هيك لما بيبدأوا في قصة موسى كيف انولد هيك بيبدأوها بالطريقة هاي رجل بيقولوا شو اسمه حتى هنا هون بس معروف اسمه بعدين اللي هو عمران بالميم مش بالنون عندهم بيبدوا فيها هيك انه تزوج رجل من لاوي من امرأة حتى ما قالوش اسمها لحد الان في البداية في قضاء فهو من لاوي أصلاً بس بظل تثبت إنه قارون من لاوي المهم ابن عمه ولا مش ابن عمه إحنا مالنا فهذه القضية يبدو الآن طب إحنا ما دخلناش في الجد لحد الآن ولكن إحنا منفسر مشان برضو نفهم عند التعامل مع القرآن الكريم إحنا بهمنا التفسير وإن بهمنا الناس ترتبط بالقرآن ثم إنها كيف بدها تنظر في القرآن ثم إنه برضو مش معنى نفهم انه التفسير بشكل عام تراث ايش يعني تراث يعني مش كل شيء فيه مقدس يعني ممكن المفسر احيانا يكون عنده اوهام او قد يخطئ ولكن نحن من عادتنا لما بدنا نفسر شو بنعمل اولا منشوف ايش قالوا المفسرين على فكرة بدون ما تشوف شو قالوا صعب انك تدخل فانت بتقدرش تستغني اصلا بعدين بتبدأ تنظر وبعدين بتبدأ تغربل على ضوء ايش على ضوء امور كثيرة من ضمنها على ضوء اللغة العربية على ضوء الحديث الصحيحة لانه ممكن مفسر غايب عنه حديث صحيح وبلاحظ احيانا بتعارضوا مع احاديث صحيحة طب ما دام صح الحديث ليش بتروح في محل ثاني انت مثلا
إلى آخره. فنفهم أنه تراث. إيش يعني تراث؟ مش كله مقدس هو. ولكن زي ما قلنا هذه المقدمة الضرورية أنك تفهم شو قالوا. وهذا على فكرة هذا تفكير 1400 سنة. تقدرش أنت إيش تبدأ في فهم بدون ما ترجع لا فهم الأمة 1400 سنة. ومش مفسر واحد برضو تسأل. تروح بعد ما تطمئن إلى أنك أنت فيش الآن استندت لركن شديد مشان بيصير شغلات. وهم ممكن يدلوك على ثغرات على فكرة. هم مرات بيقول لك هاي مستشكل أنا فيها هاي كذا، أو بتلاقيه سقط في موضوع تاريخي ما بيعرفش. مثلا السيوطي مثلا لما جاء بده يتحدث عن قضية المرتين في سورة الإسراء، إفساد اليهود المرة الأولى والثانية، السيوطي قصدي ما هو قصدي في الجلالين ها، لأنه هو اللي فسر لآخر الإسراء، لأنه هو جلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. جلال الدين المحلي بدأ من الكهف ثم انتهى بالفاتحة، أجى السيوطي بعد سنين وكمل التفسير وانتهى في آخر إيش الإسراء. فبالتالي اللي فسر الإسراء هو السيوطي. تصور بيقولوا إنهم أفسدوا اليهود في الأولى بقتل زكريا، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم جالوت، وأفسدوا في الثانية بقتل يحيى فأرسل عليهم نبوخذنصر. طب الله أكبر، شو هالأخطاء هاي؟ طب ما هو داود عليه السلام 1000 قبل الميلاد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.